بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تحرير ساحة في الرقة كان يستخدمها أفراد تنظيم داعش في تنفيذ عمليات إعدام وصلب وتعليق جثث أثناء احتلاله المدينة. وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أنها حررت بشكل كامل دوار النعيم الذي كان سكان المدينة يطلقون عليه دوار الجحيم أثناء احتلال أفراد التنظيم المدينة التي كانت أبرز معقلهم لثلاثة أعوام. قالت القيادة العامة لقوات البيشمركة الكردية في بيان لها إن بغداد ستدفع ثمناً باهظاً لحملتها العسكرية على مدينة كركوك. أتي ذلك البيان بعد أن تمكنت القوات العراقية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينة كركوك وعلى حقول النفط في المدينة عقب عملية عسكرية انطلقت فجر يوم الاثنين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تنحاز إلى أي طرف في الأزمة الحالية بين الأكراد وحكومة بغداد في محافظة كركوك العراقية. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن بلاده لا تحبذ دخول حكومة بغداد والأكراد في مواجهات وصراعات. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الأليزيه الشابة العراقية الأزيدية نادية مراد التي كانت إحدى ضحايا تنظيم داعش، وعينتها الأمم المتحدة سفيرة للدفاع عن كرامة ضحايا الاتجار بالبشر. وأوضح قصر الأليزيه في بيان أن ماكرون التزم أمام نادية مراد بأن يتخذ خطوات في مجال نزع الألغام من منطقة سنجار في شمال العراق لتسهيل العودة الآمنة للأزيديين إلى منازلهم. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في بيان لها قتل العشرات من أفراد تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية أمريكية استهدفت معسكري تدريب في محافظة البيضاء في اليمن. وأضاف البيان أن داعش استخدم هذه المعسكرات في تدريب المقاتلين الجدد على استخدام الأسلحة الآلية وراجمات الصواريخ. تصدر فيلم الرعب والغموض والإثارة الجديد هابي ديث داي إيرادات السينما الأمريكية مسجلاً 26 مليوناً ونصف المليون دولار أمريكي. ويلعب دور البطولة في الفيلم جيسيكا روث وإسرائيل بروسارد وروبي مودين وإخراج الفيلم كريستوفر لاندون. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب، وليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.